أوجد التوسع الهائل في وسائل الإعلام الذي يشهده العالم المعاصر الآن تحدياً كبيراً لعملية الترجمة، حيث أدى هذا التوسع إلى الحاجة المتزايدة لترجمة الأفلام والمسلسلات والبرامج الرياضية والوثائقية وعروض الأزياء وغيرها، ومن ثم جاءت الحاجة المتزايدة للمترجمين المحترفين، حتى أصبحت هذه الحاجة إحدى سمات عصر العولمة في عالم اليوم. أبوظبي تترجم، نرحب بكم. تعد ترجمة الشاشة أحد أفرع الترجمة الجديدة نسبياً، وكبرهان على أهميتها البالغة فقد ازداد عدد المؤتمرات والدورات وورش العمل المهتمة بهذا الموضوع. تضمن ترجمة الشاشة استخدام كل من الصوت والصورة في عملية الترجمة، وذلك لإيصال الرسائل المترجمة. ترجمة الأفلام والنصوص هي إحدى محاور حلقتنا لهذا اليوم، ولمناقشة هذا الموضوع يسعدنا مجددا أن نلتقي بالناقد والمترجم الدكتور سعد البازعي. يعطيك العافية دكتور، وأهلا بك مجددا. أهلا بكم، شكرا. دكتور، حاليا نحن نعيش في عصر جيل الشباب فيه يمكن أغلبهم ما يكونون يهتمون بالأشياء البصرية أكثر، كالأفلام والفيديوهات المصورة، وهذا يعني يجعلنا بحاجة دائما إلى ترجمة بعض الأفلام والمسلسلات وغيرها من لغات أخرى إلى اللغة العربية. فهل تعطينا لو بداية نبذة عن تاريخ ترجمة الأفلام بحد ذاتها؟ يبدو لي أن ترجمة الأفلام بدأت مرحلة مبكرة من مجيء الأفلام الأجنبية، كان من الطبيعي أن يلتفت القائمون على هذا الفن ودور السينما في البلاد العربية وغير البلاد العربية طبعا، ممن تستورد أفلام أجنبية، إلى أن الجمهور لا يفهم لغة الأفلام، فكان من الطبيعي أن يحرصوا على ترجمتها، أو والترجمة تأخذ صورتين طبعا، إما كتابة أو دبلجة. نعم، بالصوت. وأعتقد أن الدبلجة انتشرت أكثر في المجتمعات التي تقل فيها نسبة القراء أو القادرين على القراءة، يعني تنتشر الأمية، فيكون من الصعب على الجمهور أن يفهم الترجمة. لذلك كانت الحاجة مبكرة لكي يمكن التواصل مع الأفلام. أعتقد هذا حدث حتى في أوروبا، مثلا الأفلام الأمريكية التي تعرض في إيطاليا كان من الطبيعي أن تدبلج، توضيح للجمهور، بدل ما يوضع النص تحت الشاشة يكون هناك صوت بلغة أخرى. بالضبط، مرافق. وهذا لا لاحظته في الدول الأوروبية بكثرة، حتى أنه إذا أراد الشخص أن يشاهد فيلما غير أو قادم من البلد مختلف، كان يكون فيلما فرنسيا في بريطانيا أو فيلما أمريكيا في ألمانيا وهكذا، فعادة ما يشار إلى أنه مدبلج أو مترجم أو بلغته الأصلية. هذه الحاجة كانت ملحة منذ البداية. نعم، وأيضا نستذكر في تاريخ ترجمة الأفلام إلى العالم العربي عندنا أنيس عبيد، وكان تقريبا من أول من بدأ ترجمة الأفلام الأجنبية إلى العربية، على الرغم من أنه هو مهندس، ولكن أخذ بعض الدورات في مجال ترجمة الأفلام وأحضر ذلك إلى العالم العربي وتحديدا إلى مصر. شو الفائدة اللي تراها في ترجمة مثل هذه الأعمال، وخصوصا مع البداية في العالم العربي؟ أعتقد الفائدة في ذلك الوقت. نعم، الفائدة واضحة في أنه الأفلام ستكون عديمة القيمة والأهمية للجمهور إذا لم يستطع أن يفهم ماذا يظهر. لكن المشكلة في العالم العربي كانت فعلا الاعتماد على الكتابة، الترجمة من خلال نص أو شريط يظهر على الشاشة. كثير من الجمهور في الوطن العربي لا يقرأ،
في ذلك الوقت. نعم، فلذلك يصعب عليهم التواصل مع أفلام أجنبية، وهذا طبعا راجع إلى ارتفاع نسبة الأمية على الأقل في الفترة مبكرة من القرن الماضي، عندما بدأت الأفلام تأتي من خارج الوطن العربي. لكن كان لابد من عمل شيء على الأقل لمن يستطيع القراءة، وعلى من لا يستطيع أن يستنتج القصة بذكائه من الصورة. من الصورة، نعم نعم، هناك لغة الصورة بالعادة. ونعم، لكن دكتور يعني أنا برأيي أن خصوصا في الوقت الحالي أن الترجمة النصية هي أفضل من الدبلجة، لأنها من خلالها، هذا رأيي الشخصي، لأن من خلالها أنا ممكن أتعرف على أو أتعلم لغة جديدة. فمثلا يعني كنت من فترة أشاهد أحد المسلسلات الإسبانية، وبدال ما أحطه يكون مدبلج حطيته أنه يكون مترجم فقط، وبذلك تعلمت عدد كبير من الكلمات الإسبانية بمجرد سماعي المتكرر، ووجود الترجمة ساعدتني على التعلم. صحيح. في ذلك صحيح، هو يعني الأثر، يعني هناك أثر سلبي وأثر إيجابي للدبلجة. طبعا الدبلجة تسهل عملية الفهم، لأن أحيانا أيضا من الصعب قراءة الكتابة بسرعة، قد تمضي قبل أن يعني يمكن للقارئ أو المشاهد أن يقرأ الجملة، خاصة إذا الكلام كثير، وبعدين أنه يتوزع انتباهه بين الصورة وبين القراءة، فيكون لا يشاهد بقدر ما يقرأ، بينما الدبلجة تسهل هذه العملية. إنما العيب في الدبلجة أيضا أنها تضعف العنصر الأجنبي في الفيلم، يعني كأنها تجعل الفيلم محلي من خلال اللغة، سواء كانت لغة عربية أو أي لغة أخرى، فإنها تلغي هذا البعد الذي يجعلك على تواصل مع الفيلم بشكله الأصلي يعني. وأعتقد أنه هذا له أثر يعني في التواصل مع الفيلم، وفي قدرة الفيلم على ترك أثر، الأثر المرغوب الذي يرغبه يعني صانع الفيلم على المشاهدين. نعم، وأيضا يعني أنت تفقد العناصر الإنسانية للشخصيات نفسها، الشخصيات لها طريقة مختلفة في التعبير، في الصوت، في حتى لهجة اللغة المتكلم بها يعني. فأتوقع هذه الأمور نفقدها بالعادة في الدبلجة. وأيضا لاحظي نقطة استخدام الفصحى عند الدبلجة. الآن ما يستخدمون الفصحى، الآن يستخدمون لهجات أخرى أيضا بالعربية. نعم، لهجات قد تكون يعني لا تابعة للبلد، أو يعني لهجة محلية. البلد الذي أنتجت فيه الدبلجة، وهذا أيضا هذه أيضا مشكلة، لأنه ليس كل المتحدثي العربية يفهمون اللهجات الأخرى، قد يؤدي هذا إلى صعوبة في فهم. ولو كانت فصحى لسهل الفهم، لكن أيضا لأعطت انطباع غير واقعي عن اللغة الأصلية التي هي ليست غالبا فصحى بلغتها. يعني لأن اللغات أيضا الأخرى فيها فصيح وفيها عامي. نعم. ككل لغات العالم يعني، فصيح بمعنى أنه اللغة الرسمية، اللغة المقعدة الدقيقة، واللغة البسيطة لغة الشارع. في لغة يعني، ففي الأفلام في الغالب هي اللغة اليومية. فعندما يتحدث المترجم بالفصحى يعطينا انطباع كأننا نقرأ كتابا، أو يعني انتقلنا إلى عصر آخر سابق أو شيء. نحن مستمرين معك دكتور وفي الحديث عن ترجمة الأفلام والنصوص، ولكن بننتقل مع الجمهور إلى حقائق عن الترجمة واللغات، بنستمر معكم بعد هذه الحقائق.
عودة لكم مشاهدينا وعودة للدكتور سعد البازعي والحديث عن مواقع الإنترنت. وهذه المواقع أكيد ما بننسى المسيطر في هذا العالم، يوتيوب. يوتيوب إحدى الإحصائيات تقول أن كل دقيقة تبث 300 ساعة من الفيديوهات باللغة الإنجليزية على اليوتيوب. فهذا يجعلنا بحاجة إلى أمرين أتوقع دكتور. الأول أن عدد من هذه الفيديوهات المفيد منها يترجم للعربية، وأيضا أن يكون عندنا محتوى عربي في يوتيوب يترجم أيضا إلى الإنجليزية، وبالتالي نبني جسر. صحيح. وترجمة اليوتيوب محدودة الآن، يعني هي اللي أعرف ما أعرف منها يتم بمبادرات فردية، يعني أشخاص لديهم هواية أو يشعرون بأن رسالتهم كمترجمين أن يترجموا المحتوى، محتوى اليوتيوب، يعني ينتقي محاضرات أو أفلام فيديو في الغالب أشياء طريفة يعني وتلفت نظر الناس ويترجمها وتنتشر عن طريق الواتساب ويعني ومواقع أخرى. نعم. تويتر وكذا، لكن طبعا اليوتيوب بالدرجة الأولى، لكن هذه المبادرات الفردية ينبغي أن تتحول إلى عمل مؤسسي يعني أو إلى نشاط جماعي منظم ذو خطة واتجاه واستراتيجية وهكذا. فالترجمة هنا تلعب دور مهم وأكثره دور منتظر لم يتحقق بعد. نعم بالفعل. وهنا مرة أخرى سأشير إلى تحدي ترجمة إحدى مبادرات محمد بن راشد العالمية واللي ذكرناها في حلقات سابقة، ولعلنا ما أشرنا أيضا إلى أن هذا المشروع يتبنى ترجمة 11 مليون كلمة مع أكثر من 300 متطوع، ومرة أخرى يعني فيديوهات تترجم إلى اللغة العربية، وهذا شيء جيد. ننتقل مرة أخرى للفيديوهات، وذكرت نقطة دكتور الهواة. الآن عندنا محتوى من لغات مختلفة متاح للجميع، أي إنسان حاب أنه ينقل عنده اللغة الثانية بكل سهولة، فيه برامج وتطبيقات تساعد على ذلك. هذا ما يعني ممكن يوقعنا في نوع من عدد من الفيديوهات المترجمة بغير حرفية وبأسلوب غير بعيداً عن مبادئ الترجمة الأساسية. صحيح. إلى أين يأخذنا هذا؟ يعني هو وضع التأليف والكتابة، يعني أيضاً المكتبات مليئة بكتب غير مفيدة واجتهادية لكن الترجمة بالتحديد، الترجمة طبعاً حالها حال غيرها من مجالات الإنتاج والتأليف والإبداع. من الصعب يعني ضبط هذه العملية 100% بحيث أنه لا ينتج إلا ما هو مفيد، لأن سؤال من الذي يحدد المفيد والجميل وكذا. أو حتى طريقة الترجمة، لأن المترجم ما يكون عنده المبادئ الأساسية لأنه أصلا مش مترجم، أيضا قد تكون في أخطاء. نعم. في الترجمة. صحيح. وهذه مشكلة في غياب العمل المؤسسي. هنا العمل المؤسسي ليس دوره منحصرا في إنتاج أعمال مترجمة بشكل جيد أو منتقات بشكل جيد، وإنما أيضا في ترشيد العملية ككل، بحيث أنه يضع يعني مقاييس ومستويات يضطر الآخرون لاتباعها ويعني الاسترشاد بها، وفي النهاية العملة الجيدة تطرد العملة الرديئة يعني. فستكون هذه المترجمات المؤسسية المنظمة ذات يعني قيمة أكبر، وبالتالي تزيح ما هو أضعف. لكن طبعا سيظل ما هو أضعف وما هو اجتهادي وما هو فردي سيظل قائما، وأنا أعتقد أنه هذا هو وضع طبيعي، يعني لا ينبغي الحيلولة دون ذلك، وإنما فقط إنتاج ما هو ما نعتقد أنه أفضل. نعم نعم. وخصوصا الحين في يعني الكثير من البرامج التي تساعد المترجمين، يعني قبل المختصين في ذلك يعرفون هناك صعوبة
الموضوع كان أصعب في الماضي في موضوع المونتاج ووضع النص على كل كلمة على كل مقطع بشكل صحيح. الآن يقولوا لي إنه في تطبيقات هذه التطبيقات تخليك تضع الترجمة بشكل فوري، فهذا يسهل وعله يكون يعني ينمي المحتوى المترجم اللي يصل للعالم العربي. ولا ننسى أيضا شيء اللي يجي الآن، الأطفال يشاهدون ألعاب وأفلام وأشياء كثيرة موجهة لهم عن طريق الآيباد، يعني مثلاً تجي أونلاين ويشاهدونها في الآيباد أو في الجوالات، أكثر هذه غير مترجمة يعني، فيضطرون إلى الاستماع إليها بالإنجليزية ومشاهدتها بلغتها الأصلية. طبعاً أهم معنى هذا أنهم يتعلمون الإنجليزية بدلاً من العربية، فلو وجدت اللغة العربية لما احتاجوا إلى معرفة هذه، يعني إلى أن تكون لغتهم الأهم هي الإنجليزية أو الفرنسية. نعم بالفعل دكتور، خصوصا لتوافر هذه أو هذا المحتوى التلفزيوني أو الفيديوهات باللغة الإنجليزية أكثر عنه من توافره بلغتنا الأم اللغة العربية. خلنا الآن ننتقل إلى المترجم وهذه المهنة اللي تتطلب عدد من المبادئ الأساسية واللي تكلمنا عنها قبل دكتور، ولكن لعله في الفيديوهات تكون هذه المبادئ وهذه الأمور اللي يقوم بها المترجم أوضح للمشاهد، بأنه مثلا في الكثير من الأحيان يطوع هذا النص أو النص اللي موجود في الفيديو للثقافة العربية، فيقوم بترجمة بعض الكلمات بشكل اللي يتناسب مع ثقافتنا. في بعض الأمور تكون فيها رموز دينية، أو بعض الأمور تكون فيها كلمات مسيئة أو إساءات، فتتم ترجمتها بالتناسب مع ثقافتنا، وهذا يظهر خصوصا لو كنت على دراية نوعا ما باللغة اللي أنت تشاهد فيها الفيلم أو المقطع الفيديو، في حين عندنا بعض المترجمين اللي يتقيدون بالنص مثل ما هو وترجمته بالترجمة الحرفية الدقيقة، فما رأيك في هذا الوضع مع الأفلام خصوصا أن نحن نستمع في نفس الوقت اللي نرى الترجمة غير عن الدبلجة طبعا؟ نعم، السؤال بشكل أساسي مطروح في الترجمة بشكل عام، يعني حيثما كانت الترجمة، يعني هناك هذا السؤال الأخلاقي، دور المترجم هل هو في تعديل النص ليتلائم مع ثقافة أخرى أم بالاحتفاظ بشكله الأصلي؟ بس نحب في كثير الأحيان نفهم. نعم، لكن بالنسبة للأفلام الوضع مختلف عن النص المكتوب، لأنه في الأفلام النص المترجم موجود تماما، بينما في الكتاب أو في الكتب أو في الأوراق أو في الأبحاث أو المقالات لا نرى الأصل معنا. فلا نستطيع المقارنة، هنا نستطيع المقارنة، ومع ذلك يظل السؤال قائما، يعني المترجم يجد نفسه في حرج أحيانا في عندما تقال كلمة أو مفردة أو يعني تعبير معين ترفضه الثقافة المنقول إليها أو باللغة المنقول إليها، حتى لو فهم المشاهد المقصد أصل، القصد هنا قد يكون ليس التعمية على المشاهد، في أحيانا يكون أنني أرفض أن أقول هذه المفردة، يعني أنا أعرف أنه قال هذه، يعني قد تكون شتيمة لكنني أرفض ترديدها، يعني يكون موقف أخلاقي متعمد في هذا في حالات، لكن في حالات طبعا يعتقدون ان الناس لا تفهم، وهذا طبعا ايضا هذه مشكله اخرى. فلذلك انا ادرك الصعوبه، يعني الموقف الحرج، ليس الامر بالسهوله التي نتصورها. يعني بعض من يعرفون الاصل يريدون الاصل كما هو ان يقال، وهذا معهم حق فيه في حالات، لكن في حالات اخرى أنا أقدر دور المترجم أيضا، يعني في كلمات يعني حتى بلغتها الأصلية يفترض أن لا تقال، يعني في فيلم يراه الناس جميعا، لكن طبعا مخرج الفيلم أو الكاتب السيناريو أو يرى أنه هذا أقرب للواقع، الناس تتحدث بهذا الشكل،
هذه من الإشكاليات الأخلاقية التي تطرحها الترجمة بشكل خاص كبير. لماذا؟ لأن الترجمة تقف على الجسر الواصل بين ثقافات مختلفة. في بعض الأمور ما نبغي ننقلها مثلا. بالضبط بالضبط. أنا أريد شيء، أريد هذا الذي المنتج الأجنبي، ولكن في بعض الأمور لا أريد كل شيء فيه، في أشياء فيه لا تعجبني، لا تناسب ثقافة ولا المبدأ العام. بالضبط. ومن يريد أن يعرفها بشكلها الأصلي هو حر فليشاهدها بشكلها الأصلي، والذي يعرف ترجمتها خلاص ما في داعي أني أكتب لك. لكن يعني مع ذلك هي تبدو أحيانا سخيفة، يعني تبدو يعني مضحكة وغير مقبولة، لأن الأمور قياس، يعني المترجم يقدر أحيانا وأحيانا يبالغ في الاحتياط، فتكون كلمة ليست مسيئة لهذه الدرجة، لكنه احتياطا بوصفه رقيب، هو يمارس دور رقابي طبعا. صحيح. هنا قد يبالغ في تقدير خطورة أو سوء مفردات معينة. نعم. فلذلك مثلا فيما يتعلق فلنقول المشروبات الكحولية، عندما تأتي في فيلم أجنبي يحولها إلى عصير مثلا، فيقول فلنشرب كأسا من العصير، وهم جالسين في مكان يعني حانة، واضح أنها حانة وكل شيء واضح، فهذا يكون مضحك. فإذا هنا يعني أنا لا يعني أنا أقول للمشاهد هذا ما يحدث في هذا البلد، يعني لا أستطيع أن أزيف مشهدا، فتزييف المشهد بأن أتحدث عن عصير وهم يجلسون في مكان والمنظر غير عصير، يعني ليس عصير برتقال أو عصير تفاح، فهنا يبدو التصرف غير ملائم. أنا أعتقد غير حالة الشتائم، يعني الشتائم مؤذية للأذن وأخلاقيا غير مقبولة، لكن العادات الاجتماعية في بلد آخر ينبغي نقلها لأنها جزء من نسيج الفيلم أيضا، جزء أساسي، يعني قصة الفيلم تعتمد أن هذا الشخص مثلا وقع في السكر وارتكب جريمة، فإذا كان ارتكب جريمة نتيجة شربه العصير تكون القصة بالحكاية مختلفة. صحيح. دكتور، وهنا دائما هذه نقطة الجدل اللي دائما نتكلم عنها، بأن هنا يرجع للمترجم بأنه يعمل عقله ويشوف ما هو مناسب مع ذلك، وأتوقع في الكثير من الأحيان يعني هو يتبع التوجه للمؤسسة التي يعمل لها ويترجم لها، البلد الذي يترجم فيه وغير ذلك الذي يتوجه إليه. نعم نعم. خلينا ننتقل بشكل سريع إلى البرامج، يعني تكلمنا عن الأفلام، البرامج بحد ذاتها قد يكون هناك برامج كثيرة، أفلام وثائقية يعني بتفيدنا وقد تكون من المحتوى العربي وتفيد الأقاليم الأخرى أو البلدان الأخرى، وعندنا تجربة لقناة ناشنال جيوغرافيك هنا في شركة أبوظبي للإعلام. برأيك ما هي أهم نوعيات البرامج التي يجب ترجمتها إلى العربية ومن العربية للغات أخرى؟ يعني الأفلام الوثائقية والعلمية المفيدة هذه لا خلاف عليها. نعم. وأعتقد أن يعني نحن بحاجة إلى المزيد والمزيد منها، لكن ينبغي عندما ننتج شيئا من هذا القبيل وثائقيا مثلا أو معرفيا أن نتجنب التعليم والتلقين، يعني أن نحرص على الجاذبية، لأن المعرفة جافة في الغالب، المعلومة جافة، فإن لم تقدم بطريقة مغرية للمشاهدة سينصرف بعض الناس على الأقل، يعني ليس كل الناس يعني معنيون أو معنيين بالأفلام الوثائقية لدرجة أو بالمعرفة لدرجة أنه سيستمع مهما كان الوضع. التشويق مهم جدا في هذه الحالة، وأتمنى أن نرى من إنتاجا عربيا مكثفا على هذا المستوى، يعني ناشونال جيوغرافيك تترجم منتج أجنبي، نريد ناشونال جيوغرافيك ما يماثل ناشونال جيوغرافيك لكنه عربي، يعني قناة تقدم الثقافة، تقدم المعرفة الجغرافية وغير الجغرافية للعالم. يعني نحن ما زلنا مقصرين بالمناسبة في التواصل مع العالم تلفزيونيا، يعني قد يكون هناك قناة أو اثنتين تتوجه للأجانب، يعني حتى الأجانب الذين يعيشون في بلادنا لا نتواصل معهم على هذا المستوى. لكن في جهود، في جهود ما نقدر في جهود لا نمكنها لكنها ضعيفة.
قياسا إلى ما يأتينا من الخارج، يعني ما نصدر أقل بكثير أو ما نصدر أقل مما نستورد. وهذا طبعا قد يكون حال معظم بلاد العالم، يعني لسنا وحيدين في هذا المجال، يعني هذه مشكلة عالمية تقريبا. لأن العولمة هذا جزء من العولمة، العولمة التلفزيونية، العولمة السينمائية، العولمة الوثائقية، يعني فيه تدفق هائل من الخارج يأتي. نريد على الأقل أن ننتج شيئا، يعني قد يكون لأنفسنا أولا ثم للعالم، لكن يعني أن يكون رسالة للعالم مهم جدا. نعم، إذن نحن بحاجة للانتقاء ومن العالم لما هو مفيد للبرامج، سواء برامج مفيدة للأطفال أو برامج علمية أو أفلام وثائقية وغيرها، وننظر نظرة أيضا خلينا نقول إيجابية، ونأمل أن يكون هناك دائما جهود أكبر وأكبر في ضخ المزيد من المحتوى العربي وترجمته ونقل هذه الرسالة التي نبغي فيها أن ننشر العلم والمعرفة بإيجاد المحتوى هذا نفسه. نعم، وطبعا نحن يعني في نهاية حديثنا نقول أيضا هناك فيه عدد من الإيجابيات لترجمة بكل تأكيد لترجمة الفيديوهات أو العناصر البصرية بالنسبة لأصحاب الهمم كما نقول عنهم في دولة الإمارات اللي يعانون من بعض الإعاقة السمعية، ممكن بإمكانهم أن يتعرفون على ثقافات أخرى، وأيضا الطلاب وتطويرهم للغة أتوقع هذا عامل أساسي، يعني اللي عنده بعض الأساسيات اللي يبغي يمرن نفسه يقولوا له روح شاهد أفلام وبرامج صحيح وغيرها من صحيح. هذه الأمور صحيح. كلمة أخيرة في نظرة إيجابية نأمل فيها إلى التطوير في هذا عالم الترجمة البصرية خلنا نقول. يعني لا أجد أهم من أن نعود إلى القول بأن هناك حاجة للعمل المؤسسي المنظم والمكثف أيضا والمدعوم. نعم. بدون هذا ستظل الأمور في الترجمة يعني متروكة للاجتهادات التجارية والجهود الفردية. وهذه على الرغم من أنها قامت وتقوم بدور مهم، يعني مثل أنيس عبيد وغيره، وهناك مترجمون كثر في الأردن الآن، الأردن تتصدر ترجمة ودبلة، وكذلك سوريا في مرحلة من المراحل، لكن نريد أيضا مزيد من الجهود، وأتمنى من منطقتنا أن تكون أيضا أكثر فاعلية، منطقتنا هنا في الخليج في مجال ترجمة الأفلام، ولعل طبعا جهود الشيخ محمد بن راشد يعني تثمر في هذا الاتجاه وتتلوها جهود أخرى سواء في الإمارات أو في غيرها من مناطق الخليج. نعم، نتمنى ذلك. شكرا لك دكتور، بنلتقيك مرة أخرى في الحلقة إن شاء الله مع كتاب جديد من مشروع كلمة الذي يعنى بالترجمة إلى اللغة العربية. شكرا لك. نحن مستمرون معكم مشاهدينا، ولكن بننتقل معكم إلى فاصل قصير وسنعود مجددا. كثيراً ما احتل المترجمون الفوريون مقعداً في الصفوف الأمامية للكثير من الفعاليات البارزة على مر التاريخ، وسنسلط الضوء في هذه الحلقة على أحد أشهر المترجمين الفوريين الذي سيظل التاريخ يذكره لإسهامه في مهنة الترجمة، وتحديداً ترجمة لغة الإشارة، المترجم الأمريكي سام هاريس في أعلام الترجمة. سام هاريس مترجم فوري محترف ذاع صيته مؤخراً، وقد لفت الأمريكي انتباه العامة إذ عمل مترجماً للغة الإشارة لصالح ريك سكوت حاكم ولاية فلوريدا، حيث حذر سكان جنوب الولاية من هبوب إعصار إيرما وحثهم على الإخلاء من المنطقة، وسرعان ما اكتسب أسلوب هاريس المعبر بقوة والمشحون بالعاطفة اهتمام كثير من المشاهدين واحترامهم،
ونظراً لأدائه المتميز حل ضيفاً على برنامج جيمي كيميل الذي تبثه قناة ABC الأمريكية. ورغم أن كثيرين ممن شاهدوا أداءه ربما ألقوا بظلال الشك على تعبيرات وجهه المبالغ فيها، فإن جسامة الموقف اقتضت تلك التعبيرات، فتعبيرات الوجه والحركات تعكس فحوى ما يشار إليه، وفي هذه الحالة كان المشار إليه ضرورة إجلاء المواطنين عن المنطقة قبل هبوب إعصار إيرما. دراسة فلسفات الشرق القديمة استحوذت على اهتمام العالم بأسره، خاصة في الغرب الذي يرى في الشرق منبعاً للحكمة والحكايات الغامضة والأساطير وسيادة التأمل وروحانيات. في هذا الإطار جاءت ترجمة كلمة لكتاب فلسفة الزن رحلة في عالم الحكمة. هذا الكتاب ترجم من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، وبنتعرف عليه أكثر طبعاً هذا الكتاب وما جاء فيه. ونحب نذكر أن هذا الكتاب وترجمته صادر عن مشروع كلمة، والذي يعنى بترجمة الكتب من لغات مختلفة إلى اللغة العربية. هذا الكتاب طبعاً تحت فئة أو ضمن فئة الفلسفة وعلم النفس، ومترجم عن الفرنسية كما ذكرت للمترجمة ثريا إقبال، وصدرت هذه الترجمة عام 2011. طبعا رحب بك مجددا دكتور سعد، والحديث عن هذا الكتاب الذي ألفه جان لوك تولا بريس. قبل لا ندخل في أي تفاصيل هذا الكتاب، العنوان دكتور فلسفة الزن رحلة في عالم الحكمة، ما هو الزن؟ الزن هو شكل من أشكال المعرفة والتأمل المرتبط بالديانة البوذية أصلا، والذي تطور في دول أو في شعوب أو في ثقافات شرقية آسيوية، انطلق من الهند ووصل إلى الصين واليابان ثم كوريا وفيتنام ومناطق أخرى. كلمة زن هي الحقيقة اللفظ الياباني للكلمة الأصلية، تحورت وانتشرت الكلمة بشكلها الياباني لزن، وهي التي تشير إلى حالة التأمل، حالة من التأمل التي تفضي إلى المعرفة أو معرفة العالم عن طريق التأمل. التأمل طبعا شيء مختلف عن الفكر التفكير العقلاني المنطقي، وهذا هو ما يجعل بعض المؤرخين والمفكرين أو جعلهم يعني منذ زمن بعيد في الغرب يرون أن ما ينتجه الشرق ليس فلسفة وإنما حكمة. طبعاً الفرق هو في مسألة العقلانية والمنطق، يعني أن هذه التوجهات المعرفية في الشرق أنها تميل إلى الحكمة العرفانية، بمعنى أنها نابعة من الداخل الإنسان، روحانية بتعبير آخر، أكثر منها خاضعة للتحليل المنطقي الذي تتسم به الفلسفة خاصة في صورتها اليونانية. المفارقة هنا أن كلمة فلسفة تعني حب الحكمة، يعني لأن الصوفيا هي حكمة، وفيلو يعني محب للحكمة. ومع ذلك فقد التصقت كلمة فلسفة بالعقلانية والحكمة التي يفترض أنها أيضا موجودة في اليونان، أنها يعني صارت سمة لمنتجات شرقية غير غربية أو غير يونانية. فعلى أي حال هذا العنوان الكتاب في أصله الفرنسي هو لو زن يعني الزن. المترجمة أضافت كلمة فلسفة للعنوان، وأعتقد أن دافعها لذلك هو أن الكلمة لوحدها في الصورة العربية في الترجمة العربية لن تعني الكثير للقارئ العربي.
فهو قد يعني ستكون مبهمة بالنسبة له كلمة زن، خاصة أنها ليست متداولة كثيرا، ومعرفتنا بالثقافات الشرقية ضعيفة مع الأسف. فأضافت كلمة فلسفة لتوضح أن المقصود هو شيء يتصل بالفلسفة. ولكن العنوان الجانبي أيضا يتضمن كلمة الحكمة. نعم، رحلة في عالم الحكمة. فهو يجمع الاثنين معا، ولكن هذا من باب تفسير المترجم لما يترجمه. يعني هنا المترجم يفسر. نعم. يفسر فيقول أن الزن فلسفة. طبعا هذا مسألة يعني فيها جدل، هل هي فلسفة بالمعنى كلمة فلسفة كما عرفناها في لدى اليونانيين؟ وهنا نرى وجهة نظر المترجم بالضبط بما يقوم بترجمته. هي لما يفسر معناه يبدي وجهة نظر. ولذلك نقول أن المترجم ليس مجرد ناقل للكلمات، وإنما هو أيضا له رؤية، وأيضا ينظر إلى المتلقين، إلى البيئة التي ستقرأ. فأنا أوافقه على مسألة إضافة شيء يوضح الزن، لكن كان ممكن يقول حكمة الزن أو الزن حكمة أو كذا، يستخدم كلمة حكمة. على أي حال هو قرار اتخذه أو اتخذته المترجمة، ويعني هو اجتهاد، ما في شك اجتهاد، ربما أفاد بعض القراء ويعني ساعدهم في يعني استيضاح الدلالة الأساسية لكلمة زن. لكن كما ذكرت قبل قليل في التعريف الوارد في الكتاب للزن أنه نوع من التأمل، التأمل الروحاني الداخلي لدى الإنسان، وهو ينظر في الكون وفي العالم، ثم يساعده هذا التأمل على الوصول إلى معرفة قد لا يحققها التحليل العلمي أو التحليل العقلاني للظواهر. نعم، سنعود لنتحدث عن أبرز ما جاء في هذا الكتاب دكتور، ولكن بننتقل مع الجمهور إلى أجمل ما قيل عن الترجمة والمترجمين، وسنعود لكم مع هذا الكتاب. عودة أخرى لك دكتور سعد، وعودة أخرى لكتابنا لليوم فلسفة الزن، رحلة في عالم الحكمة، وصدر عن مشروع كلمة، هذه المبادرة الطموحة من أبوظبي وهيئة أبوظبي للسياحة والثقافة. هذا الكتاب دكتور أهم ما يتناوله، وممكن أنه يثري القارئ العربي بمعلومات تفيده في عالم الحكمة. أعتقد الكتاب مهم من حيث أنه يعرف القارئ العربي بثقافات قلما نقرأ عنها أو نقرأ لها أو نتعرف عليها بشكل وثيق. نحن غربيون متجهون للغرب يعني أكثر منا للشرق، وهذا الحقيقة نقص. أعتقد أن مثل هذا الكتاب يعالجه أو يملأ الفراغات الناتجة عنه، لذلك الكتاب مهم. من أهم ما في الكتاب أنه يبرز تأثير
هذه الحالة المعرفية وهذا التأمل المسمى الزن أو إن شئت فلسفة على الثقافات الشرقية، يعني في مختلف وجوهها. يعني هو له تأثير على الأدب، له تأثير على الفنون، على الزخرفة، التأمل بحد ذاته، التأمل طبعا وما ينتج عن التأمل يعني من 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 أفكار. يعني التأمل طبعا هو حالة فردية، يعني أنا أتأمل، قد أنتج شيء وقد لا أنتج، لكن عندما أكون فنانا مبدعا، رساما مثلا أو موسيقيا يعني أتبع طريقة الزن في التأمل، فسيتأثر الفن الذي أنتج بهذا اللون من التأمل، والكتاب يستعرض نماذج من تأثير هذه الحالة الروحانية على الفنون، وكيف الفنون تعكس. يعني المعروف أن الثقافات الشرقية كالثقافة اليابانية مثلا تعنى كثيرا بتنسيق الحدائق، وكيف ترصف الحجارة بشكل دائري إلى جانب النباتات. فهذه كلها تشير إلى يعني حالة روحانية. نعم. يعني إذا أردنا أن نفهمها فلا بد أن نعود إلى أسسها أو التي أفضت إلى مثل هذه الأشكال، والزن من أهمها. البوذية طبعا بشكل عام مهمة، لكن الزن هي فرع من فروع هذه الديانة التي يعني نشاهدها في أي مكان نذهب إليه في الشرق، في الصين، في اليابان، في كوريا، في الهند، من التي نبعت منها. نعم، جميل. إذن من يريد أن يعرف نظرة المؤلف وهو صحفي ومحرر في مجال الثقافة ومتخصص بالتحديد في الدراسات الأسوية، ويبغون يتعرفون ويعيشون رحلة في الحكمة والزن والتأمل في عالم الشرق، ممكن أنهم يبحرون في هذا الكتاب. وهنا ننوه في نهاية فقرتنا إلى أن المترجمة ثريا إقبال هي شاعرة ومترجمة وباحثة في التصوف الإسلامي في المغرب، فلعل ذلك يجعلها تكون أقدر على ترجمة هذه النوعية من الكتب. وهنا نتكلم عن ثقافة المترجم وما يحويه من علوم قد تكون متصلة بالكتب التي يترجمها، وهذا طبعا بكل تأكيد بيساعده كثيرا في ذلك. شكرا لك دكتور على مرافقتنا في أبو ظبي تترجم. إن شاء الله نلتقيك الأسبوع القادم، يعطيك العافية. مستمرون معكم مشاهدينا، ولكن الآن بننتقل إلى ماذا اخترت لنا. ذات مساء كنت متعبا من مشاعر النهار المرهقة، انكببت على مكتبي وبدأت أقلب كتابا عن فن عصر النهضة، محاولا أن أنسى كل ما رأيته وسمعته وعانيته. وأنا أتجول منذ الصباح الباكر، أكثر من الحب، أكثر خداعا من الأفكار، هي قدرة الفن على إغراء الإنسان وجعله ينسى. يحل الفن محل الواجب بكفاحه لتحويل الزائل إلى أزلي، ولتحويل معاناة الإنسان إلى جمال. ويتساءل، ماذا يهم إن كانت طروادة قد انتهت إلى رماد؟ وإذا كان بريام وأبناؤه قد قتلوا، بأي طريقة كان العالم سيستفيد؟ وكم كانت روح الإنسان ستزداد فقراً لو أن طروادة استمرت في الحياة السعيدة، ولو أن هوميروس لم يأتي لتحويل المذبحة إلى أبيات خالدة. تمثال، بيت شعر، مأساة، لوحة، تلك هي النصب التذكارية السامية التي أقامها الإنسان على وجه الأرض، سامية ولكنها أيضاً الأكثر خطراً على المعاناة الإنسانية اليومية. الفن يعلمنا أن نحتقر الاهتمام اليومي الصغير بالطعام وحتى العدل، إننا ننسى أن هذا هو الجذر الذي غذى الزهرة الخالدة. رواية تقرير إلى غريكو من تأليف نيكوس كازانتزاكي وترجمة ممدوح عدوان، صادرة عن دار ممدوح عدوان للنشر والتوزيع. وهكذا مشاهدينا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا الأسبوع من
أبوظبي تترجم. نلقاكم الأسبوع المقبل، مع السلامة.